مرحبا بكم أعزائي قناة فلسفة إليس، ترحب بكم وتتمنى لكم مشاهدة ممتعة. إذن موضوعنا اليوم هو تحليل مقالة جدلية حول مشكلة طبيعة العلاقة بين العادة والإرادة، وهذه يعني المشكلة موجودة في مشكلة العادة والإرادة المبرمجة تحت الإشكالية الأولى في إدراك العالم الخارجي، خاصة بشعبة آداب وفلسفة بكالوريا. إذن أعزائي، نص السؤال يقول: هل التمايز بين العادة والإرادة ينفي وجود علاقة وظيفية بينهما؟ أول خطوة يجب أن نقوم بها هي طرح المشكلة، وسنستعين بخطوة طريقة الجدلية لنحلل هذا السؤال. وملاحظة فقط صغيرة أود أن أوضح بأن هذا السؤال يقبل التحليل بطريقة المقارنة أيضا، كون هناك خلط بين صيغ الجدل وصيغ المقارنة، ولهذا إذا حلله عفوا التلميذ بطريقة المقارنة فهو مقبول. إذن مباشرة، يملك الإنسان عدة قدرات تمكنه من التكيف مع العالم الخارجي، ونذكر منها العادة والإرادة، بحيث نقصد بالعادة أنها القدرة المكتسبة على أداء عمل ما بطريقة آلية وبدقة وبسرعة مع الاقتصاد في الجهد. أما الإرادة فهي القصد إلى الفعل أو الترك مع وعي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. إذن ففي الوهلة الأولى يظهر لنا من خلال التعريف أن العادة والإرادة متميزة ولا يوجد أي علاقة وظيفية بينهما، ولكن في الواقع يتبين لنا أن الإنسان لا يتعلم أي سلوك دون إرادته، وهذا ما يوحي بأن هناك علاقة وظيفية تجمعهما، وهذا بالضبط ما يجعلنا محل اختلاف حول طبيعة العلاقة بين العادة والإرادة. ومن هنا نتساءل: هل الاختلاف الظاهري بين العادة والإرادة يمنع وجود علاقة تكامل بينهما؟ الآن سننتقل إلى محاولة حل المشكلة، ونقوم بعرض القضية الأولى. التمايز بين العادة والإرادة ينفي وجود علاقة وظيفية بينهما. الحجج: التعريف يوضح بأن هناك اختلاف شاسع بين العادة والإرادة، فالفعل التعودي فعل آلي أوتوماتيكي غالي من الوعي والانتباه والتركيز، بخلاف الفعل الإرادي الذي يعتبر فعل واعي. فمثلا حينما نعتاد على التدخين نقوم بذلك دون وعي وبطريقة آلية، بخلاف الإرادة فحينما نريد أن نتعلم أي سلوك أو نغير ذلك السلوك فنحن واعيين ومنتبهين جدا، ولهذا فالإرادة صورة من صور العقل كما قال سبينوزا. الحجة الثانية: العادة تسبب الركود والجمود، فهي ثابتة ضد التغيير والتجديد، تجعل الإنسان مقيدا. أما الإرادة فهي سلوك جديد يهدف ويقصد إلى التغيير والإبداع، فهي قرار وتنفيذ وعزيمة، وليست كما العادة التي هي اندفاعية. فيقول ديكارت: إن قوام الإرادة القوية وضوح الفكر، يعني بأن الإرادة تتميز بحضور الوعي والوضوح والعزيمة، أما العادة فكل هذا غائب عندها. الآن وصلنا إلى النقد، كيف يمكن لنا أن ننقد هذه الحجج وننفي بأن العادة والإرادة لا يوجد بينهما أي انفصال، بل على العكس هناك اتصال. إذن ولكن كيف يمكن أن نقول أن العادة والإرادة لا تربطهما أي علاقة؟ أليس الفعل التعودي منذ البداية فعل إرادي وقرار؟ هل يستطيع الإنسان اكتساب أي سلوك دون وعي وتركيز وانتباه ودون إرادة منه؟
ألا تساعد الإرادة العادة في الظهور؟ ألا تساعد العادة الإرادة في تحقيق أهدافها وتعزيزها؟ كل هذا يؤكد بأن هناك علاقة وظيفية بينهما. ومباشرة نستعرض القضية الثانية التي تقول بأن التمايز بين العادة والإرادة لا ينفي وجود علاقة وظيفية تكاملية بينهما. الحجج: الإرادة شرط لوجود العادة، فالفعل التعودي كان منذ البداية فعل إرادي وواعي قبل أن يصبح فعل آلي. مثلا الخياطة البارعة لم تتعلم الخياطة ولم تصبح عادة إلا حينما قررت وقصدت تعلم ذلك الفعل وانتبهت وركزت، يعني كانت لديها إرادة لتتعلمها. وهذا ما يوضح لنا العلاقة التكاملية بينهما. فيقول نيش: تعلمت المشي فأبدعت الجري، يعني أن أثناء تعلم المشي نركز وننتبه، ولكن بعد ذلك حينما نتعود سنبدع في الجري، يعني سنبدع في إتقان العمل. الحجة الثانية: العادة تعزز وتقوي الإرادة، فالمرونة والليونة التي تتسم بها العادة تخفف الضغط والصعاب على الإرادة وتظهر لها العمل سهل وتقويها. فالتلميذ الذي اعتاد على تحليل الأسئلة الصعبة في الامتحانات لن يجد أي صعوبة في تحليل أي سؤال مهما كانت صعوبته تفوق الحدود. إذن هذه الحجج أعزائي توضح لنا العلاقة التكاملية الموجودة بين العادة والإرادة. إذن مباشرة سننتقل إلى النقد. ولكن هل حقا العادة خادمة في كل الحالات للإرادة؟ ألا تثبطها؟ ألا تعرقل عملها؟ فخاصة إذا كانت العادة سلبية وتغط على صاحبها، فكلما حاول التخلي عنها فشل وأصبحت إرادته ضعيفة. إذن أعزائي العادة لا تخدم في كل الحالات الإرادة. الآن مباشرة سوف ننتقل إلى الخطوة التي تلي هذه الخطوة وهي التغليب. فمن خلال تحليلنا نتوصل إلى أن العلاقة بين العادة والإرادة علاقة تكاملية، فهناك علاقة وظيفية بينهما، فلا يمكن أن تكون عادة دون إرادة ولا يمكن أن تكون الإرادة قوية دون عادة، فكلاهما يساعدان على التكيف مع العالم الخارجي. فيقول بول ريكور: إن من طبيعة الفعل الإرادي أن يكون في نفس الوقت ضربا من القيادة للممكن وللجسم وللعالم، وضربا من الامتثال للقيم المقررة والشائعة والمألوفة. أما الآن أعزائي وصلت إلى حل المشكلة. نستنتج في الختام أن الاختلاف بين السلوك التعودي والفعل الإرادي لا ينفي وجود علاقة وظيفية تكاملية بينهما، فلا غنى لأحدهما عن الآخر. فالعادة بلا إرادة تؤدي إلى تحجر السلوك، والإرادة بلا تعود تؤدي إلى عدم استقرار السلوك. وعن طريق العادة والإرادة يتأقلم الإنسان مع متطلبات الحياة في مختلف جوانبها، ولهذا نتوصل إلى أنهما قدرتين تساعدان الإنسان على التكيف مع العالم الخارجي. وفي النهاية أعزائي، إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم أي جديد، خاصة الاشتراك في القناة. وإذا تودون أن أواصل شرح باقي المشكلات ما عليكم إلا كتابة ذلك في التعليقات. تحياتي.